اليوم وصل لاعب نادي الهلال الكوري يانغ هيون سو إلى الرياض بعد الإجازة التي قضاها بعد تحقيق الهلال اللقب الآسيوي الأحد الماضي، وانتظم اللاعب الكوري في تدريبات الفريق التي انطلقت اليوم استعدادا لدور 32 من كأس الملك، وبعدها مباشرة البطولة العالمية أمام الترجي التونسي في 14 من ديسمبر القادم. اليوم الزميل خالد الشعبي تواجد في المطار في استقبال هيون سو وسأله عن يوم التحقيق البطولة. نحن الأبطال، نحن أبطال جماهير الهلال، نحن أبطال نادي الهلال. Yes, of course, because this is final. بالتأكيد كان صعب هذا النهائي وهذه البطولة صعبة، ولكن كنا نطمح لتحقيقها. I don't know. We believe just from now we believe. لا أعلم، لكن سنكون جاهزين لكأس العالم للأندية وسنستعد لها جيدا. It's just we went to the Club World Cup and. سنعمل على اللعب بشكل جيد في كأس العالم للأندية وسنسعى لمواجهة ليفربول ونتمنى الأفضل. No, I just want to say we are champion. كل ما أريد قوله أننا الأبطال الآن، هذا كل ما في الأمر. Next step is Saudi League, which we need to. الخطوة القادمة هي التفكير في الدوري السعودي ونسعى للعودة لتحقيق لقب الدوري، لأننا خسرنا اللقب الموسم الماضي أمام النصر وسنكون الأبطال هذا الموسم. I think second half we. باعتقادي أحسست أننا حصلنا على اللقب الآسيوي في الشوط الثاني، تحديدا بعد تسجيل سالم الدوسري للهدف. أحسست ذلك في أرض الميدان بعد الهدف الأول. Three players with you and difficult Jahfali Blehi, difficult for you. ليس صعب بالنسبة لي اللعب مع أكثر من مدافع جحفلي أو البليهي. بالنسبة لي أمر ليس صعب لأن لديهم جودة عالية وهم لاعبين مميزين، والتغيير شيء لا يهم. Thank you, Hyun. Thank you so much. Thank you so much.